اليوم بصدد تنظيم وتأطير مختلف اتفاقيات ما بين الاتحاد الوطني لأرباب العمل لولاية قسنطينة والجمعيات ذات الطوابع المختلفة، وذلك من أجل تفعيل هذه الجمعيات في المجتمع المدني. اليوم قمنا بإمضاء اتفاقية مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين مكتب الولائي لولاية قسنطينة، حيث تحث هذه الاتفاقية على تنشيط الفعال للمجتمع المدني وإدماج الشباب وخاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي أمثلها أنا بصفتي في هذه الاتفاقية. إن شاء الله راح نقوم بعدة برامج لتخدم فئة الشباب في التطوير وفي المؤسسات الناشئة والمصغرة.